بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. راح نبدأ في مساق كيمياء عام واحد بهذا الفيديو. راح نتعرف على بعض الأشياء أو الأمور الخاصة في المادة. راح نشوف خلال المادة كاملة كذا تشابتر، كذا فصل راح نبدأ فيها في الكيميكال فاونديشن. راح نشوف من هذا الشابتر، شابتر رقم واحد من كتابنا الريفرنس اللي هو كتاب زومدال الطبعة التاسعة، أو عفوا الطبعة العاشرة. راح نشوف هذه الشابترز المطلوبة، ومثلا الشابتر الأول راح نشوف منه سيكشن 3، 4، 5، 7، و8. وعندي هنا اللي هم المسائل المقترحة. خلينا رأسا نتجه إلى إيش راح نشوف في هذا الشابتر. بادئ ذي بدء أنا عشان أفهم الظواهر اللي أمام عيني، عشان أفهم الظواهر اللي أمام عيني، يعني تكون المطر، الألوان، كيفية انكساراتها، تكون المحيطات، كل هاي الظواهر اللي أنا بشوفها في عيني عشان أفهمها لازم أفهم كيف بتصير. يعني لازم أدخل على المايكرو سكيل، لازم أدخل على خلينا نحكي الليفل أو المستوى المجهري عشان أفهم شو اللي بصير هناك. من هون بيجينا الحديث عن الماتر أو المادة. المادة، فتعريف المادة بشكل عام هو أي شيء له ماس، أي شيء يحتوي أو له ماس، يعني له كتلة، هو عبارة عن بسموه متر. بالتالي البني آدم أو جسم الإنسان أو الإنسان العادي هو عبارة عن متر. ليش؟ لأنه في له ماس. الإلكترون عبارة عن متر، فهون ممكن نحكي نحن الهيومن بينج عبارة عن متر له ماس. الإلكترون عبارة عن متر، عبارة عن مادة لأنه له ماس. اللون مثلا، اللون ما بنقدر نحكي إنه اللون بحد ذاته متر، ما بنحكي عنه مادة لأنه ما بنقدر نقيس أو نوزن أو نوجد كتلة اللون. لذلك ما بنحكي إنه اللون متر، نحكي هو خاصية من خواص أو هو صفة من صفات المادة، هو صفة من صفات المادة. طيب المادة فيها فعليا خواص متعددة. من هاي الخواص إشي بسموه extensive. لما يحكي إنه المادة لها خواص extensive فهي بتعتمد على الكمية، فهي بتعتمد على كمية المادة. هاي الكمية ممكن تكون ماس، كتلة، ممكن تكون فوليوم، حجم، أو أي شيء قابل للقياس، أو شيء أي شيء قابل للقياس، قابل للقياس. الخواص الثانية للمتر ممكن تكون انتنسيف، وهاي الخواص لا تعتمد على كمية المادة. يعني اللون لا يعتمد على كمية المادة، رائحة المادة لا تعتمد على كم عندي أنا من المادة. يعني إذا أنت بترش على نفسك عطر، فأنت إذا رشيت مثلا رشتين أو 10 رشات، الرائحة هي الرائحة هي. فأنا عندي خواص اثنتين للمادة، عندي extensive تعتمد على الـ amount of the matter، وعندي الـ intensive وهي لا تعتمد على الـ amount of matter. طيب بما أني بحكي عن مادة وبحكي إنه هاي المادة إلها ماس، فهاي الماس بالعادي بصير إلها measuring، بصير إلها قياس. لما أحكي عن القياس فأنا لازم أنتبه إلى شيء معين، إنه في فرق بين الماس اللي هو الكتلة والويت اللي هو الوزن. راح نجيهم فيما بعد وراح نشوف شو الفرق بيناتهم، راح نشوف تعريف كل واحد فيهم والفرق بين كل واحد فيهم. الماس هي عبارة عن خاصية من خواص المتر، من خواص المادة، لكن الويت يعتمد على شيء ثاني يتعلق في الجاذبية الأرضية، راح نتكلم عنه فيما بعد. زي ما حكيت، بما أني بقدر أعمل ماجرينج أو قياس لهذه المادة، فأنا بدي أعبر دائما وأبدا عن هذا القياس بجزئيتين. جزئيتين، ما بنفع إني أحكي جزئية وأسكت، لازم أحكيهم الثنتين متزامن مع بعض. إيش هم هذول الجزئيتين؟ الجزئية الأولى هي النمبر، لأنه نحن بنحكي عن measurement، يعني لازم يكون في أرقام. ولما نحكي عن متر فنحن بنحكي عن مادة مثلا إلها ماس، فلازم إني أحط رقم، لازم أحط رقم، وراء هذا الرقم رأسا أحط اليونت أو السكيل اللي أنا شغال عليه، اليونت أو السكيل اللي أنا شغال عليه. يعني ما بينفع اني اقول اروح على السوبر ماركت واحكي له اعطيني 2 كيلو مثلا،
وأسكت، لازم أحدد شو هي، أو عفوا أحكي له أعطيني 2 وأسكت، لازم أحكي له أعطيني 2 كيلو مثلا أرز أو 2 كيلو سكر، لازم أحدد له إيش هي الوحدة. ما بينفع إني أحكي له أعطيني 2 رز، لأنه إيش يعني 2 رز؟ بدك 2 كيلو رز، بدك حبتين رز، شو اللي بدك إياه بالضبط؟ فدائما أبدا لازم نحن نعبر عن الميجرمنت برقم و يونت و يونت. الحالة الوحيدة تقريبا اللي ما في عندنا هذا الشيء يطبق لما نحكي عن ما يسمى بالريشو. لما نحكي عن الريشو مثلا 0.6 أو 0.5 بدون يونت وراها، ليش؟ لأن هي عبارة عن شيء بالنسبة إلى شبيهه. يعني لو بدي أحكي عن عدد الطلاب الناجحين، عدد الطلاب الباست أو الناجحين في مادة ما، أو نسبتهم أو الريشو تاعهم، هو عبارة عن عدد الريشو، خلينا نحكي هون الريشو الطلاب الناجحين في مادة ما، هي عبارة عن عدد الطلاب الناجحين على عدد الطلاب كلهم، على عدد الطلاب كلهم، على total student number. فبالتالي بما أنه أنا عندي هون وحدتهم هو student وهنا student، فstudent مع student بروح بضل عندي رقم بدون وحدة. في هاي الحالة هي الوحيدة اللي تقريبا ما فيش عندنا وحدة لما نحكي عن ratio. فدائما أبدا أعبر عن أي measurement برقم وحط وراء الوحدة عشان أنت تكون عارف شو اللي بتشتغله، واللي راح يقرأ وراك عارف شو اللي أنت اشتغلته. طيب مثلا عليها، مثلا بنحكي 20 جرام من مادة معينة، أو هذا الرقم اللي هو عبارة عن ثابت بلانك. لاحظ انه حطينا رقم وحطينا وراء الرقم الوحدة اللي هي جول مضروبة في سكند، جول في سكند. فدائما ابدا في عندي انا رقم وفي عندي وحدة، في عندي رقم وفي عندي وحدة. طيب الان بما اني الارقام معروفة ارقام، لكن الوحدات كيف بدي اعبر عن الوحدات؟ ايش هم اصلا الوحدات؟ نحن بالعادة ممكن نستخدم تو سيستمز لليونتس، ممكن نستخدم سيستم بسموه الامبيريال، اوكي الامبيريال، ونستخدم كمان سيستم ثاني بسموه المتريك. السيستمز اللي عندنا، في عندنا سيستم بسموه الامبيريال، وهذا يستخدم بالعادة في اليوكي، في المملكة المتحدة أو بريطانيا وما يتبعها من دول، اللي هي اليوكي يونايتد كينجدوم. وعندي السيستم الثاني اللي هو السيستم المتريك، متريك، وهذا يستخدم في اليو اس اي وما يتبعه من دول، ويستخدم عندنا هنا في الاردن المتريك. طيب بالعاده نحن راح نشوف في الكورس تاعنا دائما ابدا اللي هو المتريك يونت، المتريك يونت. طيب كلياتهم، كل اليونت راح نستخدمهم بيزد على المتريك يونت، وراح نشوف الان ايش هم هذول اليونت. اليونت هاي هم يونت اساسيه يشتق منها يونت ثانيه، يشتق منها وحدات ثانيه، لكن ايش هم؟ عندنا الماس الكتله ووحدتها الكيلوغرام واختصارها كي جي، اللينث او الطول ووحدتها بالمتر، التايم ووحدتها السكند، التمبرتشر ووحدتها بالكلفن كابيتال كي، الالكتريك كارنت او التيار الكهربائي ووحدته بالامبير وهو كابيتال اي، الاماونت اوف سبستانس، وهي راح تلزمنا برضو كثير، اللي هي عدد المولات من ماده ما وهي مول، واللومينس انتنسيتي او شده السطوع، خلينا نحكي تقاس بالكانديلا. الوحدة الأخيرة هاي ما راح نحتاجها أبدا في الكورس تاعنا، الوحدة الأخيرة ما راح نحتاجها في الكورس تاعنا، لكن باقي الوحدات راح نشوفهم. طبعا الإلكتريك كارنت كمان ما راح نستخدمها، باقي الوحدات راح نشوفهم. المطلوب أعرف الوحدة اللي إيش تستخدم وإيش الاختصار تاعها وإيش الاختصار تاعها، وما أخربط الدنيا. يعني ما بينفعش إني أقول بدل سمول أم أحكي كابيتال أم، لأنه هيك راح ندخل في شيء ثاني راح نشوفه كمان شوي. فالسيمبل او الرمز اذا كان كابيتال او كان سمول راح يفرق معنا. طيب افرض اني انا بقول لك هاي الريشه كم وزنتها، او عفوا كم كتلتها، كم كتلتها. اللوجيك انه او الاعمال العلميه، خلينا نحكي او علميا، نعم، الوحده تاعت الماس هي عباره عن كيلوغرام زي ما احنا عرفنا هون، هي عباره عن كيلوغرام. لكن لما احكي عن ماده او شيء مثل الريشة، الريشة وزنها جدا جدا قليل، فمستحيل اني اروح احكي عن الريشة هاي وزنها 0.001 كيلوغرام. هذا الحكي بيؤدي الى تشتيت الانتباه والى زيادة نسبة الخطأ في قراءاتنا،
أو في شغلنا، خلينا نحكي مش في القراءة، القراءة هي لكن شغلنا ممكن يتخربط. طيب كيف بدي أتخلص أنا من هاي الإشكالية؟ كيف بدي أتخلص من إنه في عندي اختلاف في السايز بين الكيلوغرام والوزن القليل جدا للريشة؟ هون بيجينا ما يسمى بالبريفيكسز أو البادئات، بادئات الوحدات. إيش هم البريفيكسز؟ هم عبارة عن رموز أو أحرف تستخدم لتغيير حجم اليونت. إيش يعني؟ يعني إذا كان الرقم ضخم جدا بحط أنا بريفيكس، بحيث إنه بدل ما أكتب كل الرقم أحط فقط البريفيكس واليونت بتاعته، وإذا كان الرقم قليل جدا بدل ما أكتب كل الرقم بحط البريفكس المناسب لهذه الكمية من خلينا نحكي الكمية القليلة جدا، وبعدها بحط اليونت. عشان هيك في عندي بريفكس بتصغر حجم اليونت، وفي عندي بريفكسز بتكبر حجم اليونت. خلينا نشوف البريفكس اللي بتصغر حجم اليونت، وهاي البريفكسز اللي هي الإكسال، بيتا، تيرا، جيجا، ميجا، وكيلو، وهكتو، وديكا. لاحظ كل واحدة فيهم إلها سيمبل معين، إلها رمز معين، وإلها تعريف أو معنى معين. يعني الإكسا هي عبارة عن واحد وقدامها 21 صفر، فأنا بدل ما أكتب هذا الرقم كاملا أو عفوا قدامها 18 صفر، بدل ما أكتب هذا الرقم كاملا فقط بقدر أكتب مثلا، افرض أن هذا الرقم بالمتر مثلا، قال لك أنه عندي أنا 1 إكسا متر، فبدل ما أكتب هذا الرقم كاملا بكتب فقط 1 إي كابيتال و متر. فالقارئ بيعرف تلقائيا انه هذا الرقم هو عبارة عن 1 وامامه 18 صفر. لاحظ كل ما نزلنا لتحت بتغير عندي السايز تاع اليونت، لغاية ما نوصل عند الرقم البسيط اللي هو 10 قوى صفر، اللي هو 1، 10 قوى صفر 1. امثلة عندنا مثلا، بدل ما احكي 10 قوى 2 سكند بقدر احكي 1 هكتو سكند، هكتو سكند. لاحظ هذا البريفكس استخدمناه مع اليونت. برضو بدل ما احكي 1 أو 10 قوى 6 أمبير اللي هو وحدة التيار، بحكي 1 ميجا أمبير اللي هو طلع هون 1 ميجا أمبير، 1 ميجا أمبير، والأس تاعها 10 قوى 6. فالبريفكسز تستخدم عشان نغير زي ما حكيت السايز تاع اليونت. طيب هاي في حالة انه كان الرقم ضخم جدا وبدي اختصر، لانه زيادة الإنتاجية تتطلب إنك تختصر في الشغل. طيب إذا كان الرقم صغير جدا شو لازم أستخدم؟ لازم أستخدم prefix يكبر لي هذا الحجم أو يتخلص لي من الديسيمالز، لأنه لما نحكي عن رقم صغير جدا نحن وصلنا عند الواحد، لما نحكي عن رقم صغير جدا فأنا بحكي عن point كذا، يعني بلشنا في الديسيمالز أو الأعشار، خلينا نحكي في الأعشار. يعني عشان أنا أتخلص من اني اكتب بوينت كذا كذا كذا، يعني بدل ما اكتب بوينت 0001، هاي الاصفار كلها بقدر اني اختصرها واحط محلها بريفكس، وهاي البريفكسز راح نشوفها هون. لاحظ لما يكون عندي واحد وصلنا له قبل شيء، بعدين لما يكون بوينت 1 بستخدم البريفكس تاع الديسيمتر، اذا كان في عندي اللي هو 10 قوى ناقص 1، 10 قوى ناقص 2 بستخدم اللي هو 0.01، بستخدم السنتي، بعدين الميلي، المايكرو، النانو، البيكو، الفيمتو، والاتو. لاحظ انه كل ما نزلنا لتحت، يعني كل ما زاد عدد الديسيمل كل ما زاد العشرة قوى ناقص اللي هو الاس هنا، وكل ما صار في عندي انا بريفكس معين. يعني بدل ما اكتب مثلا هون، بدل ما اكتب انه عندي هذا الرقم من الجرامات من المادة معينة، بحكي انه انا عندي من المادة المعينة هاي تقريبا 1 بيكو جرام، 1 بيكو جرام. فاختصرت كل هاي الاصفار الديسيمز وحطيتهم في حرف البي الموجود امامي. هذا الحكي راح يساعدنا فيما بعد على مسألة معاملات التحويل، راح نشوفها كمان شوي. طيب عندي امثلة، مثلا عندي 1 متر هو عبارة عن 10 ديسيمتر، لانه لما تضرب هذه في 10 بيطلع معنا 1 متر مثلا، وهو عبارة عن 100 سنتيمتر، اضرب هذه في 100 بيطلع معنا 1 متر، او 1000 مليمتر اضرب هذه ب1000 بيطلع معنا 1 متر. فلاحظوا ان 1 متر ممكن نحوله الى كذا وحدة. اوكي طيب، برضو بامكاني استخدم الاسس، طيب يعني زي ما انتهيت الان بحكي انه
هاي الأشياء أو هاي اليونتس والبريفكسز بستخدمهم بالعادة عشان أحول الوحدات، عشان أحول الوحدات. إيش يعني تحويل الوحدة؟ يعني إني مثلا إذا بدي أحول من دينار أردني إلى ريال سعودي، فهنا لازم يكون في عندي ما يسمى بالconversion factor. conversion factor عشان أحول من نظام إلى نظام ثاني. طيب كيف آلية استخدام الconversion factor؟ هذا راح نشوفه كثير وبلزمنا كثير، راح نشوفه كثير وبلزمنا كثير. خلينا نأخذ المثال، وبالمثال يتضح المقال. بحكي لنا عن iron sample، يعني عينة حديد. حديد has a mass of 4.5 pound. عندي هذه الوحدة هي وحدة mass، وهي موجودة في النظام الامبريال. النظام الامبريال زي ما حكيت احنا اللي بنستخدمه هو نظام المتريك، هو نظام المتريك. فبالتالي بدنا نحول هذه الوحدة اللي هي pound، نحولها إلى حسب ما هو مطلوب. what is the mass، يعني قديش كتلة عينة الحديد الموجودة عندي هون ب الجرامز، كم كتلة الحديد بالجرامز. طيب كيف بدنا نشتغل؟ يعني عشان نستخدم الconversion factor بدنا نتفق على ما يلي. أول إشي بدي أخذ الرقم المطلوب تحويله اللي هو هنا 4.5 pound، وأضربه ب أوكي وأضربه نعم أوكي 0 وأضربه في بسط ومقام. بسط ومقام عبارة عن fraction، كسر. خلينا نحكي المقام بده يكون في الوحدة اللي أنا بدي أتخلص منها مثلا اللي هي الباوند، والبسط بده يكون الوحدة اللي أنا بدي إياها. الآن في هاي الحالة إحنا معطينك هنت إنه كل واحد كيلوغرام هو عبارة عن 2.2046 باوند، فبالتالي بدي أحط إنه كل واحد كيلوغرام هو عبارة عن 2.2046 الآن لسه ما وصلت أنا الوحدة المطلوبة. الوحدة المطلوبة إني أبدأ أحوله إلى الجرامات، فبالتالي بدي أستخدم conversion factor ثاني، لأنه صار عندي أنا لما بدي أختصر بأختصر الباوند مع الباوند، بضل عندي الكيلوغرام، بس أنا الوحدة المطلوبة معي بالجرام، فبالتالي بدي أتخلص برضو من الكيلوغرام. فبدي أقول إنه كل واحد كيلوغرام هو عبارة عن 10^3 جرام. لاحظ اللي صار معي الآن إنه أوكي اللي هو الجرام باقية، الكيلوغرام مع الكيلوغرام بتروح، بصفي عندي في الوحدات المتبقية اللي هي جرام. لما نحسب هذا الرقم بيطلع معنا الجواب 2.04 × 10^3 جرام، 10^3 جرام. فلاحظ في شغلنا نحن ايش اللي بنسوي، انه انا بدي احط الرقم المطلوب معي، بعدين احط كروس اللي هو الضرب، اضربه في معكوسه، يعني بدي اتخلص من الباوند. اذا كانت هي في البسط بدي احطها في المقام، واذا كانت في المقام بدي ارفعها للبسط زي ما شفنا قبل شوي في الكيلوغرام. تخلصنا من الباوند، بعدين بدي اتخلص من الكيلوغرام لانه الوحدة المطلوبة معي اللي هي الجرام. يعني صار عندي two conversion factors، صار في عندي معاملين تحويل، صار في عندي معاملين تحويل. فبالتالي بدي الكيلوغرام في البسط هنا، بدي احطها في المقام عشان اختصرها، ويبقى معي كم المعامل التحويل تاعها، انه كل واحد كيلوغرام هو 1000 جرام. هذا الشيء عارفينه، عشان هيك لازم نتذكر البريفكسز، عشان هيك لازم نتذكر البريفكسز، نعرف كل واحد فيهم كم قيمته. يعني لما احكي لك الديسي تعرف انه 0.1 قيمته، لما احكي لك السنتي تعرف انه 0.01، لازم هالاشياء تعرفها. لما احكي لك الكيلو تعرف انه 10^3 مثلا، وهلم جرة وهلم جرة. نختصر ونوجد الجواب، نوجد الجواب ونحط رقم وبنحط وراء الوحدة تاعته. طيب الآن تكلمنا عن الوحدات وحكينا ايش هم الـ SI units، ايش هم الـ Standard International Unit، ايش هم الوحدات العالمية المستخدمة. لكن في من شيء من خواص المادة، حكينا المادة لها خواص، وخواص المادة إنها لها ماس، فبنقدر نقيس الماس أو نحسب كم الماس لأي مادة. لكن برضو في من خواص المادة ما يسمى بالفوليوم اللي هو الحجم، إنه المادة لها حجم، المادة لها حجم سواء كانت غاز أو كانت سائلة أو كانت صلبة لها حجم.
لكن للفوليوم ما فيش عندي إلا وحدة، خلينا نحكي خاصة. وحدة الفوليوم بالعادة تشتق من الوحدات الستاندرد. ليش؟ لأنه لما أحكي عن فوليوم فأنا بحكي عن الطول length مضروبة في العرض الويدث مضروبة في الارتفاع الهايت. length في الويدث في الهايت، فأنا بحكي وحدة الطول هي عبارة عن مثلا المتر، وحدة العرض هي برضو وحدة الطول مرة ثانية فهي بالمتر، ووحدة الارتفاع هي بالمتر، فهنا بيطلع عندي وحدتها وحدة الفوليوم مثلا بالمتر تكعيب. إذا تشتق وحدة الفوليوم من الـ SI unit، من الـ SI unit اللي شفناهم من قبل في الجدول السابق. نتخيل هذا مكعب، هذا مكعب طول الضلع فيه 1 متر، طول الضلع الواحد متر هنا، فبالتالي بما أنه بنحكي عن مكعب إذا كمان برضو هنا 1 متر، 1 متر في 1 متر في اللي لهناك 1 متر، فالحجم تاع هذا المكعب هو الطول في العرض في الارتفاع، فهو عبارة عن 1 متر مكعب. إذا أخذنا منه جزئية صغيرة ما راح أقدر أطبق عليها الوحدة المتر، لازم أستخدم إلها الديسي لأنه صار الرقم صغير، فعشان أكبره بستخدم الديسي. إذا أخذنا مربع صغير أو مكعب عفوا صغير بدي أصغر الوحدة وهلم جرا. المهم إني أفهم التالي، إن وحدة الحجم تشتق من وحدة الطول، ودائما أبدا بدي أنتبه إنه هي مكعبة، يعني ممنوع إنك تكتب لي متر وتقول لي إنه هذه وحدة حجم، بقول لك لا هاي وحدة طول. ممنوع إنك تكتب لي متر تربيع، لأن يعني بحكي لك إنه هاي وحدة مساحة اللي هي الطول في العرض. دائما أبدا الحجم هي متر مكعب مثلا أو إشي مكعب حسب شو الوحدة بتستخدمها. الآن في عندي أنا هون تحويلات، في تحويلات لازم تعرفها، لأنه كل 1 متر مكعب هو عبارة عن 10 ديسيمتر مكعب، يعني 1000، لأنه دخل التكعيب على 2 بصير عندك 10 تكعيب 1000، والديسيمتر هو عبارة عن 1000 ديسيمتر تكعيب. الآن اصطلاحيا اصطلحوا على أنه 1 لتر، عشان نخلص من مسألة المتر والفروقات القائمة بين النظام الإمبريال والنظام المتريك، فاصطلحوا على أنه يسموا وحدة الفوليوم هي الليتر، وهي مشتقة زي ما حكيت من وحدة الطول. فبالتالي بحكي لك أنه كل 1 لتر هو عبارة عن 1 ديسيمتر، كل 1 لتر تساوي 1 ديسيمتر ويساوي 1000 سنتيمتر، طبعا مكعب لا تنسى، وهنا مكعب. وبالتالي أنا بعرف من البريفكس اللي قبل شوي اللي هو سموه الميلي، شفناه في الجدول السابق، هو عبارة عن 10.001، فبالتالي كل 1 لتر هو عبارة عن 1000 مليليتر كمان. ليش؟ لأنه الميلي هي عبارة عن 0.001 مضروبة في 1000، فهي بتروح مع بعضها. إذا بدك تعمل conversion factor ببين معك. فبالتالي لاحظ إنه هذا الرقم وهذا الرقم متساويين، يعني كل واحد كل عفوا 1000 سنتيمتر مكعب يساوي لنا 1000 مليليتر مكعب أو مليلتر، وبالتالي كل 1 سنتيمتر مكعب يساوي 1 مليليتر. هذا ممكن يساعدنا في مسألة، أحيانا بنشوف على قنينة المي أو على البيبسي أو كذا، أحيانا بنلاقيهم حاطين 1000 cc يعني كيوبيك سنتيمتر أو 1000 مليليتر، فالرقمين متساويين. أوكي، بالعادة عشان نعمل ميجرينج للفوليوم، عشان نقيس الفوليوم نستخدم أدوات مختلفة. هذه الأدوات فيها نسبة خطأ ونسبة شك. الأدوات اللي بنشوفها في مختبر عادي هي عبارة عن إشي بسموه graduated cylinder، مخبار مدرج. في عندي إشي بسموه pipet، وهاي الأدوات كلها طبعا راح تشوفوها في المختبرات إذا رب العالمين كتب لنا حياة. برضو عندي ما أداة بسموها البيوريت، وفي عندي الفوليومتريك فلاسك. كل هاي الأدوات calibrated يعني معايرة، فيها نسبة الخطأ قليلة إلى حد ما. أفضلهم في مسألة الصحة والدقة، وهي المسألة راح نتطرق لها فيما بعد، هي البايبت والبيوريت والفوليومتريك فلاسك. مقارنة في هذول الثلاث الجراجويتد سلندر هو أقلهم دقة، لأنه في نسبة خطأ عالية جدا، بينما هذول الثلاثة أفضل شيء لقياس الفوليوم.
تكلمنا من قبل عن الفرق بين اليونت، او مهدنا عشان نفرق بين الماس والويت، بين الماس والويت. بالتالي الماس هي خاصية من خواص المتر، هي خاصية من خواص المتر، يعني اي متر اي مادة لها ماس معينة. هاي الماس هي عبارة عن resistance of an object to change its in its state of motion، يعني مقاومة الجسم لتغيير في حالته، هاي بسموها الماس. فبالتالي الماس للقلم ما راح تتغير مثلا من مكان إلى آخر، بينما الويت لنفس القلم ممكن تغير. ليش؟ لأن الويت يعتمد على الفورس that gravity exerts on the object، يعني هو متأثر في الجاذبية، فبالتالي طلع على هاي الصورة بنلاقي إنه الشخص هو نفسه، الشخص هو نفسه، لكن وزنه على الأرض 100، بينما وزنه على القمر 16.6. وهذا ليش؟ لأن الجرافيتي على الأرض أكبر من الجرافيتي على القمر، فبالتالي كتلة الشخص متساوية. لو بدنا نحكي في الماس هنا، واحد تساوي الماس هنا، ماس 2، بينما الويت هنا، خلينا نحكي ويت، واحد لا يساوي الويت 2. ليش؟ لأن هنا الجرافيتي اشتغلت، فبما أن الجرافيتي أثرت على الكتلة إذا غيرت من الويت، من its weight، من وزنها، لكن ما غيرت من الماس. يعني أنا كشخص وزني هنا، أو عفوا كتلتي هنا وكتلتي على القمر وعلى المريخ هي هي، لكن وزني يختلف من مكان إلى آخر. أوكي، تقريبا هون أنهينا الجزء الأول من هذه المحاضرة، ومن هذا الشابتر. خلينا نعمل مراجعة سريعة جدا. كان في هاي المحاضرة إنه أنا عندي إشي بنسميه المادة. المادة هي أي شيء إله ماس، أي إشي إله ماس إله كتلة. حكينا إنه المادة لها خواص extensive، وهي خواص متعلقة في كميات، يعني تعتمد على قديش كمية المادة، مثل الماس، مثل الفوليوم، مثل الكتلة والحجم. وعندي خواص بسموها intensive، وهي الخواص لا تعتمد على كمية المادة، مثل لون المادة ورائحة المادة، لا تعتمد على كميتها، فبالتالي بسموها intensive. بما اني بحكي عن مادة وهاي المادة لها ماس، اذا لازم اعمل لهاي الماس او لهاي الكمية لازم اعمل لها قياس. وعشان اعمل لاي كمية قياس لازم اخذ في عين الاعتبار نقطتين اساسيتين، اللي هو النقطة الأولى الرقم، بعبر عنها بالرقم لأي measurement، لأي قياس بعبر عنه في رقم، وبأحط وراء الرقم النقطة الثانية اللي هي اليونت. فدائما أبدا الرقم لازم يتبعه يونت، الرقم لازم يتبعه يونت، إلا في حالة الريشيو زي ما وضحنا، بعد هيك حكينا اللي هو الوحدات المستخدمة للقياس. يعني أنا بدي أعمل measurement، لازمني وحدات. الوحدات الأساسية اللي راح نستخدمها دائما أبدا هي الماس واللينث والتايم، التمبرشر والأماونت أوف سبستانس. هاي الوحدات راح تلزمنا. المطلوب إني أحفظ كل وحدة وإيش الرمز تاعها، وفيما بعد إني أحفظ إيش هم البريفيكسز اللي بيصغروا، أو خلينا نحكي بشكل عام بيغيروا لي حجم اليونت، إما تصغيرا أو تكبيرا، عشان يكون إنتاجيتنا أعلى. بعد هيك عندي بريفيكسز بتصغر، وعندي بريفيكسز بتكبر حجم العينة زي ما حكينا وأخذنا عليهم مثال. يعني ليش بيخدموني هذول، أو بإيش بيفيدوني؟ بما يسمى بالconversion factor، اللي هو عبارة عن تحويل من وحدة إلى وحدة ثانية، من يونتس إلى يونت، باستخدام معاملات التحويل. عشان أعرف معاملات أو أشتغل بمعاملات التحويل لازم دائما أبدا أحط الرقم وأحط الوحدة معه، بعدين أبلش أشتغل في هذه الوحدة. خلينا أحط مثال صغير عشان إيش نثبت المعلومة هنا. لو قلت لك حول لي مثلا 120 كيلومتر بير أور، حول إياها إلى متر بير سكند، يعني
بدل ما هي كيلومتر لكل ساعة حوليها لمتر للثانية، فبدنا نحط 120 كيلومتر على أور وأضرب. خلينا نحول الكيلومتر، إذا بدنا نحط كيلومتر تحت ومتر فوق، فكل واحد كيلومتر هو 10³ متر. إذا الكيلومتر مع الكيلومتر بيروح. بعدين نحول اللي هو الساعة، الساعة بدها معاملين تحويل، لأنه كل ساعة هي عبارة عن 60 دقيقة، وكل دقيقة لاحظ إني بقلب من مكان إلى مكان. إذا كان في البسط بدي أحط في المقام، وإذا كان في المقام بدي أحط في البسط، فكل دقيقة عبارة عن 60 ثانية، عبارة عن 60 ثانية. فالمينت مع المينت بروح. لما نحسب هذا الرقم بيطلع معي هنا رقم معين، ووحدته هي عبارة عن متر لكل ثانية. بعد هيك عرفنا اللي هم الفوليوم، والوحدة قياس الفوليوم، وأنها مشتقة من الطول في العرض في الارتفاع، يعني من وحدة الطول. عرفنا الاصطلاحي تبعها اللي هو الليتر، وآلية التحويل للليتر. وأخيرا وليس آخرا شفنا الفرق بين الويت والماس. نلتقي في الجزء القادم إن شاء الله، ونتكلم عن خواص ثانية للمادة، من ضمنها اللي هو الدنسيتي والتمبرشر. الدنسيتي اللي هو الكثافة، والتمبرشر اللي هي درجة الحرارة. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.